استمرارا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية التي غرست فيهم قيم الولاء والانتماء والمحبة والتسامح، فقد حرصت الوزارة على اصطحابهم إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357 ليشاركوا رجال الشرطة تقديم هدايا للأطفال الذين يتلقون العلاج بها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهو ما أسهم في رفع روح المرضى المعنوية. لما تشوف أرض الحافين يحمو يبنو اليوم الدين وليك يا مصر رد الدين لأجل بلدنا مجد الأوان. قد إيه هم شكلهم النهاردة والثقافة بتاعتهم، أنا شايف الثقافة بتاعتهم مختلفة، وإن هم مجرد إن هم جايين عشان يساعدوا الأطفال هنا اللي هم ممكن يكونوا أقل حظ منهم، وإن هم يعرفوا إن هم يحمدوا ربنا على اللي هم فيه. وقد استلم الشباب صناديق الدخار كنوات أولى لمساهمات مستقبلية منهم في علاج هؤلاء الأطفال، فقد رسخت المبادرة في نفوسهم كيفية عمل الخير والمشاركة المجتمعية. كنا بنوزع الهدايا على الأطفال وكنا فرحانين بجد عشان احنا فرحناهم وكده، وده اللي بيتعلمونا دايما المبادرة دي. بشكر المبادرة اللي هي جابتنا مستشفى 57357 وتعلمنا حاجات كتير جدا زي ان احنا نساعد بعض ونعمل الخير. بنشكر وزارة الداخلية على الزيارة الجميلة اللي عملوها للأطفال النهاردة، ودايما كده إن شاء الله تتكرر يعني، وربنا يجزيكم خير. الزيارة النهاردة كانت كويسة جدا وبتبسط الأطفال وبترفع من روحهم المعنوية. كنا سنة طيبين، وشكرا لوزارة الداخلية اللي هي جابت لي اللعب ده كله، وشكرا للضباط اللي هم بيجيبوا لي اللعب كله وفرحوني قوي النهاردة. وتوجه شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة في إطار المبادرة إلى نزلاء ذو رعاية الأيتام والأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم توزيع ملابس العيد على نزلاء هذه الدور من الأطفال ما أدخل البهجة والفرحة في نفوسهم، وتم توزيع هدايا عليهم في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل مساهمتهم الإيجابية في المجتمع. مش متخيلين فرحة الأولاد بدخلة الضباط والطلاب جيل جديد معانا إن هم وزعوا عليهم الهدايا، ومبسوطين جدا بيهم ولعبوا معاهم وفرحوا معاهم. فرحوا الأولاد جدا وشرفونا، ويا رب دايما يشرفونا دايما في العيد وكل الأعياد، وبنشكر طبعا كل الناس اللي ساهمت في حاجة زي كده. الضباط جم قعدوا معانا واحنا كنا مبسوطين بيهم جدا، وجابوا لنا هدايا واحنا فيقناهم معايا احنا كنا بنعملوه على الشغل بتاعنا، وبنشكر سيادة الرئيس على مبادئ الجميع. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. مبسوطة جدا جدا ان انا جيت النهاردة وزرت اخواتي في الدار، واتمنى ان ربنا يشفيهم. احنا النهاردة جينا دار الايتام وبجد احس ان هو عيد مختلف عشان انا فرحت اخواتي، والمبادرة علمتني ان انا ازاي اعمل خير مع اخواتي. مبسوطة جدا بصراحة، والاحساس اللي انا حاساه يعني بصراحة مبسوطة قوي، اول مرة اعمل خير زي دوت. النقلة الإيجابية في ثقافة هؤلاء الشباب بدت واضحة في تفاعلهم مع نزلاء دور رعاية المسنين، حيث أتاحت لهم مبادرة جيل جديد زيارة هذه الدور وتقديم هدايا لنزلائها بمناسبة عيد الفطر المبارك. مبادرة جميلة جدا وإنسانية جدا، وبنشكر سيادة الرئيس على رعايته لدار المسنين، ودي حاجة يعني سابقة حلوة ومبادرة جميلة. صراحة الزيارات ديت بتغير المسنين خالص، بيبقوا مبسوطين جدا. نشكر وزارة الداخلية طبعا وسيادة الرئيس ان هو على طول بيجولنا في كل المناسبات. مبادرة جيدة جدا، ويعني دعم وتوافق بين الجيل الجديد والجيل القديم، ففعلا يعني بنشكركم وبنشكر على كل اللي انتوا بتعملوه لينا.
المبادرة دي يعني مش عايزة أقول لحضرتك إن دي كان لازم نعملها من سنين، ولكن يعني نتمنى إن كل الأطفال دي تطلع نشأ صح. إحنا عايزين كل أولادنا يبقوا على أعلى مستوى من كل حاجة، من أخلاق، من تعليم، من أدب، من يعني كل حاجة توقفهم على رجليهم رجالة وستات محترمين. لما تشوف أبطال حزين يحمو يبنى اليوم الدين وليك يا وصل الدين. أنا جاي النهاردة عشان أزور دار المسنين وأقول لهم كل سنة وأنتوا طيبين واحتفل معهم بالعيد. أنا فرحانة النهاردة إن أنا جيت مدار المسنين وبحتفل معهم بعيد الفطر، وبشكر مبادرة كلنا واحد ان هي ادتنا الفرصة دي ان احنا نيجي. مبادرة كلنا واحد تعلمتنا الانتماء والولاء والخير وازاي نساعد بعض. شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة من الأسمرات إلى معن وأهالينا، وصولاً إلى بشائر الخير بالإسكندرية تحت مظلة مبادرة جيل جديد، أصبحوا أكثر مساهمة اجتماعية بعد أن ساهمت المبادرة في بناء قدراتهم الثقافية والوطنية ليكونوا بحق أجيال جديدة قادرة على بناء وطنهم.